السلام عليكم. اليوم الحمد لله جينا تكرمنا من طرف مجلس المدينة حيت خدمنا في العيد الكبير، خدمنا واحد المجهودات والحمد لله دازت الأمور مزيانة في العيد الكبير. آليات كانوا مزيانين، كل شيء كان مزيان، الأطور ديالنا الحمد لله كل شيء داز بخير. بالنسبة للتكريم مجلس المدينة اعترف لنا بذلك المجهودات اللي خدمنا والحمد لله كل شيء داز مزيان. بالنسبة للناس معايدة وحنا كنجمعوا الأزبال، هذاك الشيء في الطرف ديال الخبز، الخدمة ديالنا حكمت علينا باش نخدموا العيد والحمد لله ما عندناش المشكل. ملي كتكون الساكنة مرتاحة وكل شيء مرتاح ما عندناش المشكل، راه نعيدوا ونعاودوا ونعيدوا ونعاودوا، ماشي مشكل. واش كاين شي تحفيزات نهار العيد ولا نفس؟ نعم؟ واش كاين شي تحفيزات نهار العيد يعني؟ كاين الحمد لله، كاين خير، كاين كل شيء الحمد لله. ملي كدوز الأمور بسلام هذاك هو الربع عندنا حنا. اليوم اليوم كنظموا واحد الحفل تكريمي فيما يخص عمال النظافه، ليش باش نشكرهم على العمل الجبار اللي قاموا به يوم العيد، بحيث كنشوفوا البيضاويين كاملين بانهم نظفوا مدينه الدار البيضاء في واحد الوقت قياسي. ارتئينا مع السيده العمده لو لوندوما نهار ثاني عيد باش نديروا واحد الحفل تكريمي لهاد الناس هادو ونكرموهم بجوائز رمزيه، وكذلك نشكرهم على العمل الجبار اللي قاموا به. لهذا اليوم غادي نديروا واحد، غادي نفرقوا واحد الجوائز على 4500 عامل، بحيث من الشركات بجوج، لا ارما لا افيردا، بحيث على العمل الجبار اللي قاموا به. كي قلت خلال الحمله التحسيسيه اللي انطلقت اسبوع قبل، هاد الناس راه هادو راه هما ابطال، حيت راه كيخليو وليداتهم وكيخليو عائلاتهم وكيمشيو ينظفوا لنا الدار البيضاء، وكاين فيهم سيدات اللي كيخليو عائلات مساكن ديالهم وكيخرجوا كيقوموا بعمل النظافه في مدينه الدار البيضاء. وكذلك كنشكر البيضاويين اللي تجاوبوا مع العمليه التحسيسيه ولا لا كومبان ميدياتيك اللي درنا، اللي تجاوبوا بهذوك الاكياس اللي داروا فيها النفايات ديالهم، ما لاحوهمش في الزنقه. وهذه كنشكر الشكر الخاص للبيضاويات والبيضاويين حيت جاوبوا معنا في هذه المساله هذو، وتا هما انخرطوا في ديك العمليه التحسيسيه وما تكرفسوش على هاد الناس، لاحوا لهم الزبل في الزنقه ولا حطوها في سميتو، داروهم في اكياس وحطوهم في اماكن نظافه. شوف فاش طلعت وخديت المسؤوليه في هذا القطاع هذه، اول حاجه درت هي اجتمعت مع المسؤولين ديال الشركات بجوج وطلبت منهم باش يدار. انا رئيس نقابه وكنعرف شنو هي النقابه وكنعرف شنو هو العمال وكنعرف شنو هاد الناس هادو كيحسوا، قلت لهم يدار لهم واحد لاشارت ويوقعوها بجوج ويكونوا متفقين عليهم ممثلين ديالهم. وهداك الشيء اللي دار، وقعوا واحد اتفاقيه ما بين الشركه ديال ارما والعمال ديالها والشركه ديال افيردا والعمال ديالها، وتا هي غادي نديروا لها واحد الحفل اللي غادي تحضروا معنا وغادي ترأسوا السيده العمال. الزبل راه كنشوفوا في دول اخرين، دول متقدمة، هذاك السيد اللي كيقدم واحد الخدمة واللي كيجمع الزبل كما كنقولوا حنا، راه كيسالي كيمشي يدوش تشوفوا تقول ماشي حنا كنطيحوا من القيمة ديال هاد الناس، خصنا نكبروا بهم ونعرفوهم بالعمل الجبار اللي كيقوموا به في مدينة الدار البيضاء. شكرا. السلام عليكم. كنشكر بالنسبة كنشكر شركة ديال افيردا على التكريم، ديما الحمد لله ديما كتدي لنا التكريم، ماشي غير مره في الاعياد، ديما هو الشيء اللي كاين. السلام عليكم. الحمد لله راه العيد داز بخير وعلى خير، الناس راه حنا الناس راه معيده وحنا راه خدامين والحمد لله الحمد لله الشيء اللي كاين هو هذا. السلام عليكم. معكم الناس باتا ما جابوا شويه الزبل، الناس تجاوبوا؟ لا الحمد لله مزيان مزيان، الناس واعيين شويه. بالنسبه كاين الاكياس، فهمتي كاين الاكياس بزاف، الاكياس راه كنلقاو النفايات، كنلقاو سميتو الزبل مجموع في النفايات. الا اي راه الحمد لله الحمد لله مزيان مزيان. ونصح المواطن دابا، ونصح المواطن الا كان قريبا ليه شي سميتو شي طار ولا شي حاجه يلوح فيه الزبل، ما يلوحوش في الارض باش حتى حنا تسهل عندنا الخدمه 100%. واحترم حتى التوقيت ديالو. بالنسبه للشاحنه التوقيت ديالي احترم سميتو التوقيت ديال الشاحنه. السلام عليكم.